انتوا عارفين جوز اختي دايما بيعمل فيا مقالب، بس المقلب ده جه على كيفي. انا رايح مرسى مطروح النهارده ونزلني في العلمين عند الابراج دي وسابني. انا قلت بقى انزل اشوف بيعملوا ايه هناك، واخيرا رحت عند الابراج اللي كنت بشوفها في التلفزيون والنت. ايه الجمال ده كله؟ وكمان شفت حميد الشاعري واتصورت معاه، وبعدين اتمشيت شوية على الممشى. الله، ايه ده؟ ده البحر، اكيد مش هنزل كده، هروح البس المايو. فعلا البحر كان هادي وجميل واخر نظافة، ولكل المشككين في البحر في شواطئ بفلوس وفي شواطئ عامة. بعد ما خلصت الابراج والبحر اتمشيت في المدينة شوية، لقيت متحف جميل قوي قوي، التذكرة بتاعته ب20 جنيه. كان مليان أسلحة وزخيرة وتماثيل شمع، وكمان كان فيه جناح مصري للعسكرية المصرية زمان. ازيك يا دكتور؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ والنبي كان لبسك حلو. واللي عرفته ان منطقة العلمين دي كانت منطقة من المناطق اللي حصل فيها الحرب العالمية، وانها كانت مليانة ألغام، بس ده كان زمان. خلاص بقى كفايه تاريخ ويلا بينا. لقيت بنات حلوين عرفوني من غير العبايه وكانوا عاوزين يتصوروا معايا. والله اتبسطت قوي. كل ده وما صرفتش غير ال20 جنيه بتوع المتحف والمواصلات. ايه ده؟ بس انا جوعت، لازم اكل حاجه. يلا بينا نروح على سعودي. دخلت سعودي وجبت منه عصير فريش ب31 جنيه، وجبت مناقيش ب30 جنيه، وبيتزا كمان ب30 جنيه، تقريبا كل حاجة هنا ب30 جنيه. بحب قوي سندوتش الكيري بالبسطرمة، جبت واحد، والغريب انه طلع كمان ب30 جنيه، شوف ازاي؟ اتفسحنا ورحنا البحر واكلنا. يلا بقى نروح على حفلة حميد الشاعري ومحمد منير. اللي صرفته كله على بعضه ما كملش 300 جنيه من غير فلوس الحفلة، وعلى فكرة فلوس الحفلة راح تبرعات لحياة كريم. فصدقوني لو انتوا عاوزين تتبسطوا يوم وما تدفعوش كتير، تعالوا هنا قضوه في العالمين.